رجعنا معكم مشاهدينا بفقرة إيكو وموضوعنا عن الباسيفلورا. هاي مارك. هاي. صبا. تمام. باسيفلورا يعني؟ باشن فروت. باشن يعني فروت. ما عنده اسم بالعربي لأنه بسموه فينا نسميه زهرة الألم. هلا عم نشوف ليه. زهرة الألم. إيه. هذا بدنا نبلش فيه أصلاً نحكي شوي عن الاسم. بس تقلك أنا شو الفكرة كانت قاطع بجونة وعارف إن أنت معي اليوم. فشفت شجرة مش شجرة عربيشة باسيفلورا مزروعة بسربة كتير حلوة. هلا جربت صورها بس بالآيفون ما زبط كتير صور هلا من قطعهم. طول الآيفون 6. إيه لازم لازم. فبتصور إنه كانت الشمس شوي غريبة. فساعتها لأن هذا الفريك بحس إنه أنت ما أفسد بتعرفه أكيد بس أكيد. رح تحبه كتير وخاصة في تستعمله كوكتيل. مظبوط. هلا حفرجة كم كوكتيل فيه. باشن فروت داكري فيك تعمل. صح. فقلت أنا هيك إنه بنقول لك إنه هلا الموسم هيك بركة بتحضر بعدين. إيه بركة السبت خلص. أوكي. تطلع معي السبت. إذا بدك. أوكي. فالفكرة وين كمان رح نبلش أول شيء لنشرح الاسم تبعه لأنه في كتير ناس لما بيقولوا باسي فلورا باشن فروت بروح دغري على الحب. وهيك هو مش هيك ابدا. رح نبلش ونشرح ليه الفكره تبع لا ولا مش هيدا الفكره ابدا. فهو الفكره بلشت انه في كان في راهب بسنه 1609 عم بيدرس الام المسيح. اوكي. وكان ما كثير عم بيقدر يطلع منه شغل وهيك لحد ما شاف هيدا الزهره. لما شاف هيدا الزهره كل شيء فيها ذكره بالام المسيح. مشان هيك هو اول مره شافها كانوا جايبين له اياها من مكسيكو لاسبانيا. شافها باسبانيا طلع فيها شاف كل الام المسيح بهيدا الزهره وسميها باشن فروت. It's like the passion of the Christ. مزبوط. هيدا هي. فرح نفرجي ليه هلا. رح نبلش بصور من هون نشوف تنفرجي شو هو شاف لما طلع على هيدا الزهره وبنرجع بنكمل. اذا بتطلع عليها على الزهره بتشوف في ثلاثه الموف هو اللي مبينين بالنص. هو شافهم كانه يسوع على الصليب. يعني شاف ايديه من فوق وشاف الكلوم من تحت. اه مزبوط. كيف هيدا. اوكي. رجع طلع على الخمسه اللي تحتهم. هو شافهم الخمسه ستيغماتا تبع المسيح الخمسه. آه. جروحات. رجع بتطلع على اللون الابيض وموف هيك. هو اللي كمان لا هو هن رقم هن 72 هيدا. آه. بيقولوا ايه بيقولوا هن عدد الشوك يلي كانوا على على التاج. مزبوط. بعدين مش بس هذا في بعد كثير اشياء. اذا تطلع كمان تحتهم في 10 سيبال خضر. شايفهم هو انه هول العشرة الرسل يلي من دون بطرس يلي نكروا وقت الالام ومن دون يهوذا يلي باعوا ليسوع او خانوا. فكل شيء فيها ذكروا بالم المسيح. بيرجع بعد رح فرجيك شغلتين. هون كنا عم نحكي عن الفيلم عم نحكي عنهم. بيرجع شايف انه هي الورقه فيها مثل رمح. أوكي. والاهم كمان انه باخر الورقه في هول يلي هي بتعلق فيهم يلي هو شافهم مثل انه كانه عم يجلدوا المسيح. آه. مثل فلاجيلاسيون. فكل هيدي القصه وبالاضافه قديش الزهره حلوه خلت هيدا الراهب يسميها باسي فلورا باشن فلورا. فانه الشباب اللي عم يحضروا لنا ينتبهوا لما بكونوا عم يهدوا للبنات مش عم بيقولون ابدا هن بحبون عم بيقولون انه بتعذبون. صح. اوكي. هيدي اول شيء. هلا بس ما يعطى لهم بعدين لانه الفواكه مش الزهره عندها كثير استعمالات خاصه هو كمان معروف انه بسموها ببرازيل ماراكوجا. وهو مقوي جنسي. اوكي. صارت الفواكه غير شيء بس هيدي كثير منيحه. مزبوط. فهيدا بالنسبه لاول شيء على الباسي فلورا. هلا رح فرجيك كذا فرايتي. على فكره نحن يلي جايبينه معنا بالاستوديو هول من نشكر مزبوط على افرار على هول الكبيره. اذا بدك هلا بنمسكهم وبنشوفهم. هيدي مزروعه بلبنان وطنيه بينما الصغيره جايه من برا يعني هيدا مستورده. هلا ما في اذا بدك نبلش ندوقهم او مثل ما عليك يلا يعني بندوق اذا بدك بنقص وبندوق وبنفرج الفرق من جوا وهيك. قلت لي الكبيره شو قصتها؟ هيدي مزروعه بلبنان. مزروعه بلبنان؟ صح. هيدي وطنيه يعني. هلا هو في كثير بيزرعوا باسيفلورا. هلا اليوم كمان بنشرح شوي عن الزراعه تبعها. نكلها بالملعقة جوزيف إذا بدك. محضر أنا. إذا بدك كمان من قصة صغيرة هيك بنفرج الفرق بين الاثنين ومندوق يعني. أوكي. تفضل. أوكي ثانك يو. منيح هيك ما تروقنا عم ناكل أول شيء. بتحب الباسيفلورا؟ إيه أنا بحب الباشن فروت. أوكي أنا رح قص هيدا بهذا الوقت. أوكي هيك من تكون أنت قلت لنا رأيك فيها. أنا ما بعرف أي هي رح تحب أكثر الصغيرة والكبيرة. طيبة؟ كثير. باشن فروت صح. تاتيانا اذا بدي كلام من دلوقتي انا بحبها اصلا اوريدي. انا كل شيء تروبيكال فروتس بحبهم. اوكي بس نشوف انا اذا في كثير فرق. خلينا نشوف شو الفرق. هيدي قلت لي انا اكيد في وحده من الاثنين الصغيره شو وضعها. هيدي مستورده من برا. آه. مش مزروعه بلبنان بس ما خص الحجم لانه نحن عندنا منهم بلبنان مزروعين بيعطوا باسيفلورا صغار وعندنا منهم مزروعين بلبنان بيعطوا باسيفلورا كبار. بس هذا اللي لقيته انا اليوم قاعد عايش. بتعرف نيتهم طيبين. هيدي سكري شوي. اوكي اللبنانيه. اوكي حتى نفرجيكم. اوكي هيدي اللي هون لبنانيه.
تعملتها سكري. اوكي. هيدي الثانية المستوردة أكثر ساور. ساور، أوكي. بس ساور أنت أنا حسيتها شوي أسيد أكثر، أنا حبيت الصغيرة. أنا حبيت الصغيرة هيك حسيتها. أنا كمان لأنه عم تخلط الساور تيست مع السويتنس. هيدي بس سويت. مظبوط. طيبة كثير هيدي. الصغيرة بحسها بالكوكتيل بتطلع كثير طيبة. مظبوط، لأنه الطعمة تبعها ديفلوبي أكثر من المحلية. اوكي، لهيك نكمل نتعرف شوي على الباسيفلورا وراح فاجيك صور كثير حلوه هلا من عندي وهيك نشوفهم نحكي عنهم شوي. هلا الباسيفلورا كنت عم بقول لك انه في كذا انواع، واحد من الانواع اللي عم نشوفها قدامنا هيدي وحده من الكثير كثير مزروعين بلبنان جوزيف. وليك كيف بتصير، يعني هي الزهره اللي كثير حلوه كنا بنشرع عنها من شوي، هيدي الزهره بدها تصير هول فويكل بيكونوا خضر بعدين بصيروا هيك موف. هيدا ما عندنا منها بالاستوديو هلا النوع اللي عم نشوفه، مع انه كثير مزروع بلبنان. ابدا ما لازم ناكل الفواكه الا اذا كان كثير كثير مستوي، لانه بيكون سام هو ومش مستوي. اوكي، هذا لازم ننتبه له. هلا انا قلت لك اليوم صورت كمان صور، هول هم صورتها هيدا اليوم. هول اللي صورتهم هيدا اليوم، بس كثير هي احلى يعني. بس انا طبعا مهم نشوف الفكره، هيدا الفكره طبعا. هلا كمان حبيت فرجيكم قد ايه في انواع باسيفلورا. هلا شرب رح تشوف قد ايه حلوين الزهور تبعهم، يعني انا بحسها مرسومين الزهور تبع الباسيفلورا. هول رح فرجي بعد انواع من الزهور تبع الباسيفلورا، دونك هيدي كمان بتشوف عن جد شيء بحسه انا رائع يعني. هلا اذا كمان بحضروا لنا الفيلم بفرجيك كمان شو الحلو فيها، كيف الدبان والزرقوت والنحل بيساهم لك هيدا ملا زهرة. واو شو حلوة، بيساهم كيف ينقل البولنز من وحدة لوحدة يعني وهيك. سو هون كمان عم نشوف بعض الأنواع من الباسيفلورا في كل رح فرجي بعد صورتين على الزهور وبنحضر الموفي اذا بدكم. يلا بدنا نفرجي بعد صورتين اوكي اذا بدكم فينا نحضر الموفي لما بدنا. شفت قد ايه بتحس المرسومة لهالزهرة يعني. اوكي الموفي صار ردي. يلا اوكي رح نشوفه. اوكي شو كنا عم نشوف مار؟ كنا عم نشوف كيف الباسيفلورا من هي كانت طاب الزهره هيك بتعلق على النحل على ظهرهم وبتروح من زهره لزهره لزهره، وهذا الشيء بخلي انه البولن ينتقل من باسيفلورا للثانيه وهيك بتتكاثر باسيفلورا. اوكي هيدا شوي نادره يعني ما في كثير زهور الزهره نازله بالقلب يعني البولن تبعها. هلا كمان رح نحكي شوي عن فوائدها ونشوف كمان، بس طلع بالي كمل بالصور لفرجيك. طلع بالي كفي اكل يعني انت اذا بدك كمل انا بفرجي صور على الباسيفلورا الانواع الموجوده يعني. هلا اذا بنحط الصور كنا فبلشنا بكم نوع ليك هون، هول بعض الانواع يعني في هيك انواع بتحسها مثل قلب ونازله. في كمان عندنا انواع مثل هون عم نشوفهم، في كل الالوان كل الافكار كلها بيسطلوا عن جد. في 400 نوع، كل نوع احلى من الثاني يعني. هون ليك هيدا مثلا الوانها، وهون بنشوف كيف الكوليبري كمان وقت بياكل من زهره لزهره وبينقلن. هلا هيدا الفواكه في كثير بجففوه بصير مثل ما عم نشوفه قدامنا، وبيتاخذ لاشياء اكيد اوقات صحيه، بس الاكثر شيء مستعمل صحي وهون في كثير ناس رح يتفاجئوا هي مش الفواكه، هي الزهره والوراق لما بنجففهم. سو هون هيدا الشغله لازم نعرفها يعني، كثير من العالم يلي عندهم باسيفلورا وهي عربيشه كثير كبيره بجيبوها بجففوا الزهور والوراق وبيعطوهم تيزان لواحد يروق. يعني المعصب كثير تيزان الباسيفلورا هي من احسن نباتات لانه زياده كمان الاولاد اللي بيعصبوا كثير كمان بياخذوا باسيفلورا منهم. وشغله كثير معروفه هيدا كمان رح تهمك، في كثير شباب بيكون عندهم مشاكل بيشربوا كثير الكولز وبعدين بصيروا ديبندنت منها، او بعدين بتعرف كيف بعد الكول كيف بصير معنا اوقات بنضلنا يومين مفقوسين وهيك. واللي كمان بياخذوا حتى بالعالم اللي كانوا بياخذوا افيون وهيك كمان بياخذوا مخدرات، الباسيفلورا الشاي تبعها هي العلاج تبعهم يعني بيمتص يعني بيعطوا تيزان من وراء ومن زهره الباسيفلورا كمان. هذا شيء معترف فيه عالميا يعني. يعني تخيل الفواكه طيب كمان كنا قلنا انه مقوي جنسي وهيك، نفس الوقت الورقه والزهره هي يلي بياخذوهم اجمالا كرمال اشياء صحيه. رح كمل انا بفوائد كمان الوراق تنقول بس كيف بيعملوهم كيف بحضروهم.
بيقدروا ياخذوا الاوراق بجففون وبحطوا تقريبا 3 جرام بتاس شاي يعني، وبيشربوهم تقريبا 3 مرات بالنهار. هيدي واحدة من الطرق. فينا نروح على الفارماسي ونطلب باسيفلورا اكستراكت، وكمان هيدي هيدي الشغله معروفه. كمان اقول لك على الفواكه، كمان لما واحد كمان بياكلها معروف كمان انه هي بتخفف السعاله. يعني هلا مثلا عظيم، انا عم بسعر بصراحه، هلا ان شاء الله هيك تاكل كم واحدة وتقول لنا اذا كمان بتخفف السعاله. بس معروف عنا انه هي تيزان بتروق يعني. بس بليز انتبهوا، ما عم نحكي عن الفواكه، عم نحكي عن الاوراق وزهور، حتى بتروق دقه القلب، بتروق حتى التعصيب. كثير عندها فوائد، عندها كثير فوائد، وبتدخل بكثير من الادويه يلي هي بتروق يعني العالم هيك. هلا رح فرجيك كمان هلا كيف عاده فينا ناكل باسيفلورا. نحن هون شفنا انه من قصه بناكلها، وخاصه هي مش خضراء. فليه كيف بتتاكل؟ مثلا هون عم نشوف تارت، هيدا التارت كانو تشيز كيك هيدا. يلا فوتها رانيا، بدها تدوق الباسيفلورا. بس رانيا بدك تجيبي معك الملعقه تبعك اذا بدك. بدك تجيبي معك تشيز كيك كمان. تشيز كيك كمان صح. هلا بهالوقت انا رح فرجي كمل، رح كمل أيه. كمان فرجيك كيف مثلا في درينك اسمه باسيونا معمول من الباشن فروت. في عنا كمان ليك هيدا كيك وبحطوا الباسيفلورا من فوق. يوم ما بعرف اللي بحبون لازم يحبوا. هلا هون رح اقول لك شيء لك قبل، بس كم قطع كم فكره. بالفيتنام مثلا بيعملوا سموزيز منهم، بيعملوا كيكس منهم مثل بهيدي الصوره عم نشوفهم. وهون انا ما بحضر، فكرت فيك لانه بتعرف الكايبيرينا ايه عاده البرازيليان درينك، ايه عاده بحطوا فيه كشاسه، بحطوا فيه كشاسه وبحطوا فيه كمان لايم. لايم في كثير ناس بيعملوا الكايبيرينا بدل اللايم بحطوا باسيفلورا. اوكي هيدي هون كايبيرينا معموله كمان بالباسيفلورا. رانيا انضمت لنا، رانيا اجت لنا. اي وحده على بالك؟ نحن رانيا بنصحك بالصغيره بس مثل لا انا بنصحك مثل ما لك، بنصحك بالصغيره بالصغار يعني. على بالك الصغيره اذا بدك لانه هلا ادويه الكبيره بس بكون اسهل لك. هلا سريعا ارجع لي شو هلا رح يصير فيي بس اكل. هلا هيدا مش مره، هيدا منشطه كثير حلوه وكل شيء كثير احلى. الكبيره من محل برودوي محلي يعني مزروع بلبنان، هيدا مستورده كثير طيبه، مع انه لازم نشجع الصناعه اللبنانيه. الصناعه صح، الزراعه والزراعه الزراعه اللبنانيه. هلا هيدا طيب حبيبتي سيبو، بس شو ادوق لنا الثاني اكيد افيك بليزير. خبرينا رايك بالثاني. اصلا اصلا كثير منيح الواحد يتروق فواكه، ما هيك اكيد بيوافقونا ناتالي و ما فهمت يعني بالمبدا. هلا اذا بتطلعوا كمان هيدا اتس فيري جوسي كانه اللبنانيه. ما بعرف اذا لانه هي مستويه انا وياك، انا وياك دائما مش دائما هيك بتكون. اوكي انت ندوق نص وانا نص. انا دقت خلص صرت اكل اثنين سيبو. ايه ستريبون دوقي هيدا، خبرينا رايك. رح اخذ من عندك هون فرجيكم ارجع. هيدا اللي عم بقول عنا هيدا من برا، هيدا من لبنان. من لبنان الصغيره هي من برا، هيدا المستورد. نحن دائما بنشتري بفتكر مستورد بالسوق. هلا في كثير بلبنان صار مزروع. حتى اذا كانت صغيره او كبيره ما لها دليل على مستورد او لا. يعني هي حسب الانواع. نحن حبينا هيدا طيبه قويه شفتي عندها هيك البو كثير كثير في اسيديتي انا حسيتها فيها هيك. ايوه انا حبيتها اكثر. بس الناس اللي ما بيحبوا الطعم القوي كثير بفتكر رح يفضل أو شو يحضر جوزيف كيف رح يحولها لكوكتل اللي يكون أكتب ما بعرف. أصلاً أنا حس رح تكون هالجمعة إذا بدي أعملها عبالي أعملها بينما خلص أكيد أنت أعملها أنت هيدا السبب. إيه يلا خلص جريت من حدر شيء أنا وياك. ما بعرف أنا صعبة بس رح كملكم، أنا رح كملكم كيف بكم صورة كيف نحن فينا ناكل باسيفلورا. مثلاً بنعمل منها سوربيه ليك هيدي بقصوها وبحطوا بيعملوها منها أكيد مثل سوربيه بحطوها بقلبها إذا انتبهت جوزيف. في كمان بنعمل منها كمان كذا مثلا هون هيدا انا رح استاذن منكم واستقبل ضيفتي. يلا سو هيدا باناكوتا معمول الباسيفلورا. هون عندك كمان سموزي معمول من الباسيفلورا حلوين. ايه يعني بتحس لما يكون عندهم. انا كثير بحب هيدا البامبيردو على باسيفلورا وبحطوا لافاني كمان. برافو عليك. ايه وهون كمان بنشوف كيف بقصوها وبحطوهم يعني اكيد بيعملوا بعدين منهم حتى مثل بيعملوا كريب بيعملوا كثير بيعملوا يوغرت كمان اكيد اكيد.
هو ليه بالنسبة للباسيفلورا هيك رح الوقت رح يبقى رح أحكي أشرح عن الشتلة كيف نزرعها. أوكي. سو باسيفلورا هي عربيشة جوزيف. بتعربيش كتير يعني اللي عنده باسيفلورا ما لازم يزرعها حد شيء. لانه يعني بتقدر تاكل كل البقى يعني بتمشي 20 متر اذا عندك مجال بتمشي كثير عندها بتعيش بلبنان من الساحل لتقريبا 1000 متر هلا اوقات بتعلى شوي اكثر بس اذا اجى سقعه وجليد وثلج بتموت بسرعه يعني هذا هذا اللي لازم نعرفه هلا كمان اوقات بتموت فجاه ما لازم يعتلوا هم لانه هي ما بتعيش كثير باسيفلورا مشان هيك دائما لما بكون عندنا باسيفلورا لازم نفكر دائما نزرع كل شيء سنتين ثلاثه وحده لتكبر ونربي ليكون عندنا دائما اوكي سو هيدي كمان شغلة معروفة على الباسيفلورا بيرجع الأرض تبعها هون لازم نعرف انه هي عربيشة وكتير كبيرة بس الشلش ما بينزل كتير تحت الأرض فلنتبهوا لما بيفلحوا أو بينكشوا ما يأذوا الشلوش نفس الوقت بتحب انه الأرض تكون كتير فيها دريناج منيح يعني إذا الأرض ما بتخلي المي يروح بالأرض الباسيفلورا بتتعذب يعني هون هيدي كمان واحدة من الأغلاط يلي قصدك تتبخر المي يعني لازم تروح بالأرض أوكي. إذا كانت الأرض هي بتعمل بتخلي المي قريبة عليها وما بتروح هيدي بتخلي بتأذيها يعني إيه ما بيسوى أبدا دائما كمان لازم نفكر لما نزرع باسيفلورا وين العربشة يعني إذا انتبهت بالصور أنا فرجيتهم قبل كان في عربيشة محل العريشة معربشينا أوقات محطوها على الحيطان كمان والحلو كتير لما نشوف المنظر لانه بتعطي زهور كتير حلوين نفس الوقت لما بتكون في الزهور والفواكه سوا بتعطي منظر يعني كتير حلو عندك صوره هيك رح فرجيك اياها لما بتكون كلها سوا عاطيه يعني الزهره حد الفواكه حد كمان حد كمان الفواكه بالجنسين يعني أي. وما ننسى نلم الاوراق كمان فينا نعمل منه تيزان هيدا شغله كتير مهمه هلا شغله اساسيه بننسى نعملها الكيماوي يعني باسيفلورا لانه بتعطي كثير وما بتنزل كثير تحت الارض بتعوز كثير كيماوي خاصه دائما نحن بنشرح بايكو انه الكيماوي مؤلف من ثلاث اشياء يعني في ازوت وفوسفور وبوتاسيوم لما بتكون زهرت وبدها تبلش تعطي فواكه لازم ضروري نحط كيماوي في بوتاسيوم بالارض لانه والا ما بتعطي كثير وكده دائما يسالوا على كيماوي في بوتاسيوم واذا فينا نشحلها لانه كمان دائما الاشخاص بيسالونا اذا فينا نشحل الباسيفلورا فينا نقصها مش كثير ضروري بس فينا نشيل من اليابس مثلا فينا نقدر نشيله من الباسيفلورا اكيد يعني نهتم في نقدر نكبه ونصغره اذا حسيناها كثير كبرت وهيك كيف نكترها كمان فيك تكتر باسيفلورا بطريقه كثير هينه يعني واحد في يفسخ فسخه منها يحطها بمي تعمل شلوش بعدين يزرعها بتراب ببو تكون كترت الشلوش اكثر وبعدين بينقلها على الارض ورح يشوف انه بسنتين يعني بتكون بتزهر كثير يعني بتعطي كثير فروت بتعطي كثير فروت يعني هي شيء كثير كريم جريت صح وكمان يعني الحلو فيها انه بصير تستوي مش فرد مره يعني فيك تلم كل الوقت يعني الاولاد بيبسطوا كثير فيها واللي عندهم بالكون ما عندهم ارض في يزرعوها ببو يعني كمان هيدا مشكله بعدين بتمد لانه عربيش مزبوط يعني حتى يعني مش ضروري يكون عندك ارض لتنبسط شوي الباسيفلورا وهيك ما بتمرد كثير الباسيفلورا بس واحد لازم ينتبه على الوراق تبعها لانه اوقات بيجي عليها بعض الامراض يعني بس اجمالا ما بتمرد كثير بس بتفاجئنا انه بتموت بسرعه اوقات من امراض فطريه وهيك بس واحد لازم ينتبه يعني ما لنا شيء كثير صعب الباسيفلورا كولي هولي شوي هيك خبريات الاعتناء بالباسيفلورا تبعت انه هي عربيشة زهرتها حلوة وراق وزهور وعندها فوائد والفوائد مطبقين يعني على الفواكه لما بنكله ونفس الوقت كمان على الزهرة وعلى على الوراق يعني كثير هيك مستعملين لهالاشياء وكثير مفيدة كانت المعلومات اللي اعطيتنا اياهم مارك عن الباسيفلورا ثانك يو وبنرجع نتلاقى فيك نهار السبت ان شاء الله نقدر اوكي مشاهدينا رح ناخذ وقفه وبنبقى مع بيناتنا